اليوم اختي غادي تنسي شي حاجه سميتها سراق الزيت او الصراصير عندك في الدار ديالك او في المطبخ ديالك، غادي تهني نهائيا نهائيا نهائيا. بغيت منكم فقط خوتي دعوه الخير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي الاعزاء. اليوم كيف ما شفتوا باذن الله جبت لكم واحد الطرق رائعه وجد جد 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 مهمه اللي كانوا كيديروها الناس زمان في القضاء على صراصير او سراق الزيت اللي تيكون في المطبخ او اللي تيكون في المنزل، بالاخص في هذه الوقيته ديال الصيف اللي كتسخن الحال وكيخرجوا. اول طريقه كانوا كيديروها الناس زمان في يعني القضاء على الصراصير هو كيجيبوا اناء. هاد الاناء انا بنات راه ما عنديش صراصير، غير قلبت لكم وبحثت لكم على الطرق اللي خطيره في ازاله او في القضاء على الصراصير. اولا البنات غادي تجيبوا اناء اللي ما غاديش تعاودوا تستعملوه، وكذلك كؤوس ديال البلاستيك اللي ما غاديش تعاودوا تستعملوهم، لانه فاش غادي تستعملوا هاد الطرق هادي صافي هذاك الاناء وهذاك الكؤوس غادي ترميهم، غادي ترميهم غادي تستغناو عليهم. اول شيء غادي نجيبوا اناء ديال البلاستيك وغادي نوضعوا فيه الماء البارد، وكذلك غادي نجيبوا كؤوس اللي قلت لكم غادي تستعملوهم استعمال واحد وغترميوهم، وغادي نجيبوا القهوه اللي نكونوا يعني قبل رحنا غليناها فوق البوطه مع الماء، وغادي نوضعوا القهوه على في الكؤوس وغادي نوضعوها في وسط داك الاناء اللي فيه الماء. فاش غادي يشم يعني هذاك الصراصير او سراق الزيت غادي يشمو، لانهما اصلا كيشمو رائحه الاكل وكيتبعوا رائحه الاكل، غير يشمو رائحه القهوه غادي يجيو عندها يعني مباشره وغادي يطيحوا يعني او غادي يسقطوا في هذاك الماء. وانتم عارفين انه الصراصير فاش يعني فاش كطيح في الماء كتقلب على ظهرها وكتوفى بطبيعه الحال. فاش غادي ترجعوا لهذاك الاناء غتلقاو ان شاء الله يعني عامر بالصراصير. نمروا الان للطريقه الثانيه اللي حتى هي جد 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 رائعه وحتى هي طريقه فعاله في القضاء على الصراصير. غادي نحتاجوا فيها سكر الخشن اللي هو سكر سنيده، اللي احنا في المغرب كنقولوا له سكر سنيده، وغادي نحتاجوا تقريبا على حسب نتوما الكميه اللي بغيتوا تستعملوا. الا كان عندكم اماكن فيها بزاف ديال الصراصير يعني غتستعملوا كميه كثيره. هنايا كيف ما شفتوا غادي نستعمل البيكربونات دو الصود اللي حتى هي رائعه في القضاء على الصراصير. ها نتوما البنات كيف ما شفتوا وضعت كميه يعني تقريبا ملعقه صغيره من البيكربونات، وغادي نخلط العناصر مع بعضها وغادي تشوفوا الطريقه اللي او التقنيه اللي غادي نطبقها قدامكم. غادي نجيبوا الورق ديال الالومنيوم ها نتومايا، او الا كان عندكم شي اناء مسطح، ولكن من الافضل البنات باش يعني تفاداو الاواني ديالكم وتخليوهم يعني ما تقاس، لانه الا تقاست شي حاجه خاصكم ترميوها مباشره. غادي نجيبوا هنايا الالومنيوم ورق الالومنيوم وغادي يعني نصوبوه او يعني نديروا هاد التقنيه هذه على شكل صحن مسطح. وها نتوما يعني ضروري خاص تكون شي حاجه مسطح ما تكونش عاليه باش يقدر يوصل ليها يعني هذاك الصرصور او هذاك سراق الزيت. صافي هنايا غادي نمشيو للاماكن اللي كتكون عندنا فيها يعني صراصير بكثره وغادي نحطوها تمايا، لانه هو راه كيتبع الروائح، وانتم عارفين انه اي حاجه ديال الاكل او اي حاجه فيها مواد غذائيه هو راه كيشمها وكيجي ليها، وفاش غادي ياكل هذاك الاكل او هذيك الخلطه راه فرمشه عين يعني غادي يموت. الطريقه الثالثه اللي حتى هي مهمه ورائعه، انا البنات حطيتكم هنايا في هذا الفيديو هذا بزاف ديال الطرق وتقنيات يعني نتوما والمتوفر عندكم. كاين اللي ما غاديش يكون متوفر عنده الوصفه الاولى، كاين اللي ما توفرش المرحله الثانيه، كل واحد وشنو المتوفر عنده. فهاد المرحله هذه غادي نحتاجوا الفلفل الاسود الحار، وغادي نضيفوا عليه قطعه ديال البصل كيف ما كتشوفوا في الصوره، وكذلك ثلاث حبات ديال الثوم، وغادي نوضعوا الماء تقريبا نصف
كأس وغادي نوضعهم على النار حتى يغلى ليا الخليط جيدا ويطلقوا المكونات مع بعض ويزيد يطلق ليا هذاك الفلفل الحار، لانه الفلفل الحار مع البصل اللي حتى هو حار مع الثوم اللي حتى هو حار يعني غادي يطلق لنا واحد الخليط اللي مهم مهم ورائع رائع جدا في القضاء على الصراصير. صافي غادي نوضعوه كيف ما شفتوا في قنينه وغادي نجيو للاماكن اللي تيكون عندنا فيها الصراصير بكثره وغنبداو نرشو يعني باستمرار، يعني كل يوم نقومو بهاد الطريقة، كل يوم نقوم بهاد المرحلة، لأنه الفلفل الحار صراصير ما كتقدرش على الأشياء الحارة، إلى رشيتوها بهاد الأشياء هذه راه كتموت في البلاصة. الآن نمروا إلى الطريقة أو الحيلة الخامسة اللي غادي نحتاجو فيها البطاطس المسلوقة. نعم خوتي غادي نحتاجو البطاطس المسلوقة، لأنه دائما كيف ما كنقول لكم أنه الصراصير كتبع الأكل. أنتما كيف ما شفتوا الوصفات ديالنا كاملة ديال اليوم أو الطرق ديالنا كاملة ديال اليوم فيها حاجات أو مواد غذائية، لأنه هو كيتبع الأشياء اللي ديال الغداء يعني في المطبخ. صافي هنا كيف ما شفتوا خوتي يعني البطاطس سلقت الكمية اللي انتوما اللي غتحتاجوا على حساب يعني الصراصير الكثرة ديالها عندكم أو قلي أو قليلة. صافي غادي نوضعوا عليها ملعقة ديال الدقيق اللي هو الطحين الرطب وكذلك ملعقة ديال البيكربونات، وغادي نخلطوا العناصر حتى تولي على شكل عجين كيتلصق يعني تيولي تيتلصق. هانتوما غتشوفوا الطريقة يعني كيفاش هكا نبدا نمزج العجين هذا، نبدا نمزج مزيان العناصر حتى يتخلطوا ليا مزيان العناصر مع بعضها، ولا بغيتوا تضعفوا الكمية ضعفوا. صافي وغادي نجيو الاماكن اللي تيكون عندنا فيها يعني الصراصير وغادي نوضعوها في دوك القنوت، مثلا في يعني في القنوته ديال تحت المطبخ يعني تحت الحوض وراء التلاجة، في يعني الاماكن اللي اكثرية تيكون متوفر فيها. هو فاش غادي يشم رائحه الاكل غادي يجي يتغدى على هاد الخلطه هذه، وكيف ما كنقول لكم دائما انه الى تغدى على هذه الخلطه اللي فيها البيكربونات بالاخص البيكربونات غادي يتوفى وغادي يموت يعني بسرعه. الطريقه الاخيره اللي حتى هي مهمه ورائعه وغادي نحتاجو فيها يعني صابون سائل، غادي نديرو يعني نفس الكمية صابون سائل نفس الكمية ديال الماء. هانتوما كيف ما كنوريكم هنايا غادي نضيف مثلا انا غير كنوريكم يعني نصف ديال اللي درتوه نص يعني في سائل غديروه في الماء، درتي نصف ديال الماء غديرو نصف ديال السائل، وغادي نضيف يعني الفلفل الاسود يعني على هاد الخليط هذا. وكذلك يعني انا جبت لكم هاد الطرق هذه البنات باش اللي متوفر عندكم في المنزل، يعني عندكم صابون سائل مع الماء والفلفل الاسود استعملوه، عندكم الوصفه يعني الطريقه الاولى استعملوها، عندكم الطريقه الثانيه استعملوها والمتوفر عندكم في المنزل، يعني هاد الطرق كاملين رائعين في القضاء على الصراصير. ونفس الشيء كيف ما قلت لكم هادو غتخلطوا هاد الخلطه هذه وغتمشيو للاماكن اللي تيكون فيها وغتبداو ترشوا رشات هكايا يعني يوم على يوم، ما غاديش تبقى عندكم ولا صرصوره في المنزل او سراق الزيت في المنزل نهائيا نهائيا.